في حياتنا بنعدي على قوانين كتير، قوانين بتحكمنا بتأيدنا، مش كلها بتعجبنا بس أغلبها بيكون قوانين عشان ينظمنا، ودايما بتتقال بطريقة سلبية: ما تعديش من هنا، ما تركنش صف تاني، ممنوع التصوير هنا يا بيه. وبتختلف من بني آدم للتاني إزاي بنحترم ونقدر القوانين دي. بس احنا في الكشافة عندنا قوانين مختلفة حبتين، قوانين عالمية تقريبا هي في كل بلاد العالم، 162 بلد، فوق 40 مليون كشاف، آلاف من الشباب بتوعد كل يوم إنهم هيحترموا ويمشوا على القوانين دي. قوانيننا دايما إيجابية، ما بتقولش ما تعملش، بتقول دايما أعمل. القوانين دي ممكن نعتبرها قوانين حياة، قوانين إنسانية، لو كل الناس مشيت عليها أكيد هنحقق شعار الكشافة اللي هو من أجل عالم أفضل. يعني بيقول لك مثلا: الكشاف صادق وشرفه موثوق به. الكشاف مخلص لله ولوطنه. الكشاف نافع ومعين للغير. الكشاف مؤدب. الكشاف باش يقابل الشدائد بصدر رحب. الكشاف مقتصد. الكشاف نظيف الفعل والقول والفكر والعادات والمظهر. الكشاف شجاع ومقدام. الكشاف رفيق بالحيوان ومحب للنبات. الكشاف مطيع لأوامر والديه وقائد فرقته وعريف طليعته. الكشاف ودود للجميع ووفي لكل كشاف آخر. دول الـ11 قانون اللي محفورين في عقل كل كشاف، وعد قدام الناس كلها إنه هيحترمهم ويعمل بيهم من أول ما الكشافة ابتدت في مصر من 100 سنة، وإحنا بنحب القوانين دي وبنحترمها.